نروح شباب الريبلز، معكم هيما كوك، اهلا وسهلا فيديو جديد من كلاش رويال مال ريبلز. ان شاء الله طمني عنكم. اليوم راح نلعب ركان بالتوب لادر ملك اللافالون. التصنيف العالمي تبعه بالموسم الماضي موصل للرابع العالم، وشايفين التروفيز اللي عندي اخوان كثير اشي اسطوري. راح نلعبه هسه قدامنا باللادر، ترتيبه حاليا 46 العالم. راح نلعبه ثلاثة جيم لادر، وراح نحضر محاضرة، راح نحضر إعادة له ضد اس كي مورتن، أكثر لاعب مفضل لإلي. أنا مش لاعب لافا هاوند، ما راح أفتي لكم، ولكن سألت ركان وحكالي إنه اللي كثير قوية ضد اللافا هاوند اللي هم الجولم، البريد سبام، والرام برايدر. إذا كان أتوقع الرام برايدر يعني غير عن البريد سبام، تمام؟ قبل ما الريبرز ما تسلم لي اللايك، إذا جا قناتنا سبسكرايب، أند خلينا نبلش أول مباراة مع ركان. اوكي سو اول جيم لنا مع ريفنج، تمام. سو خلاص عم بلعب لوك بيت، دخلنا شوي متاخرين بالمره صراحه. اوكي سو فتحت لافا مار ريبلز جاد اوف لافا. اوكي تمام، هو كان صراحه شوي مستعجل، انا كنت شريدي للموضوع، فخلينا نشوف. تمام، فتحت اللافا من ورا صراحه مش زي الجولم، مش اي واحد اخوان بيحكي الجولم فتحت من ورا للمناوب، اللافا عكس ذلك تماما. سوف انه هون المنيو ينزل بعد شوي عن اللافا هاوند، فانا ما نروح على البرنسس مع الزاب كثير حلو عشان رست الانفيرنو تاور، وكمان عشان يقتل البرنسس، ولكن صاد له اياه بالاي سبيريت مع الجوبلين جانج. تمام، افضلية ريفنج للجوبلين بيت، قال لانه في له افضلية، اللافا اللي هو عم بلعب فيها فيها كثير كونترات، منهم البريد سبام، الرام رايدر، الجولم، ولكن استراتيجيات السايكل حكى لي انه هو الافضليه ضدهم. تمام، راح نشوف كيف الافضليه راح تكون. تمام، سو جوبلين بارل باليمين، باربيريانز من برا من الجهه البعيد للكينج تاور، بريسس للنص، اتوقع ممكن يلعب ذا لوج اذا ندعمهم. تمام، حلو، دفاع كثير جميل، بالون من جهه اليسار على البرنسس. الحلو بالبالون اذا كان لعبت على جثة البرنسس قلت لك اياه، في احتمال ان البرنسس تموت بالبوم تو تبع بالبومب دامج تبعته او بالديث دامج. نايت بالهجوم، ما بعرف شو سبب المينيوز اللي خلى البرنسس تطلع عليهم ضربه، ما خلى بده ياخذ على البرش تبعه، ممكن يضرب اسهم. اوه اوكي، اسهم نوعا ما غلط. تمام، هل انا افضليه للخصم؟ اوكي اتوقع اسعد دبل بس ممكن يصير في افضليه له. مينيونز ما ضرب زاب عليهم، تمام، اتوقع مخلي الزاب للانفيرنو تاور، ما راح يدعم المينيونز، راح يلعب لافا هاوند من ورا. اوكي لعب جميل، والدبل اكسير بلش. سو 31 واحد عم بحضر له، جي 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 جي. اوكي في عندنا نايت من ورا، جهز للانفيرنو، بالون خارجي، اند في عندنا مينيون هورد. هو شوف وعم بلعب باستراتيجيتين، واحدة منهم كلون وهاي الثانية فيها بالون. سو الخصم صراحة دفاعه كثير جميل، اعطاه ضربة بالبالون، ما معه وقت بالمرة، بالون ثاني مضاد. تمام، والله يا اخوان الفير اساطير محمد الرفت مش مع الخصم. اوكي لعب انفيرنو سريع، تمام، شيت وقت بده وقت 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 وقت، ليتس جو ما ليتس جو، والله انك اسطوري يا اخوي. ديم سن، اوكي ديم، لا يا اخوان لعب اسطوري، شايفين يا اخوان؟ تمام، اللافا بدها لعب. اي واحد بيحكي عن تشكيلات البيت داون مش قويه، ترتيب ريفنج حاليا العالم، صوفي على العالم، هو كان رقم اثنين رقم واحد على العالم، ولكن خسران شويه كؤوس، فلذلك قلنا له يدخل ويعوض لنا اياهم بالادر. تمام، سو اول جيم اخوان كثير اسطوريه، انا ما لحقت احكي عن الصجي عم بلعب فيها، عم بلعب لافا لون، تمام، مع زاب واسهم. صراحه الزاب والاسهم صارت شائعه اكثر من الفايربول والزاب او الفايربول والاسهم، سايكله بطاقتين سايكلهم اسرع، ممكن يقتلوا الزابيز، ممكن يقتلوا السكريبتون دراجونز، ولهم فاريشنز اكثر، يعني استخداماتهم اكثر باللعبه بدل الفايربول. ماشي، اول جيم صراحه كثير جميل، خلينا نروح الجيم الثاني مع الريبل. اوكي بويز، الجيم الثاني ضد انطونيو بي 17ز. سو صراحه انا هدول الاسامي ما بعرف شو بيلعبوا، بس على الاغلب هو ريفنج بعرف هن شو بيلعبوا. تمام، الحلو بالتوب العالمي بتلاقي يعني اغلب الناس نفسهم، ما بتلاقي اسماء جديده، فلذلك قبل ما حدا يلعب او الخصم يلعب بكون عارف شو بيلعب بتشكيله. سو
رويال هوكس على البريدج من لما ضرب الساب ريفنج مينيونز على فوقيهم. طبعا صح ريفنج اللي هو اسمه نفسه ركان تمام، بس مغير اسمه باللعبة. سو في عنا بالون، في عنا سكوتن سبيريت، اليكترو سبيريت سوري. شوفوا هسه طلع، هسه هو ضارب الزق حلو يعني عليه، طلع علي. هسه هو كان طالع الزاب من ايده تمام، ولكن الزاب مع الاسهم بتقتل الزابيز. اوكي اتوقع هذا عم بيلعب صديقنا عم بيلعب فيها اللي هي رويال كروس سبليت بوش مع الزابيز فلاينج ماشين فاير بول زاب او فاير بول او ذا لوج سوري. سو سبليت رويال كروس سبليت بالمينيون هورد، في معه سو حاليا ريفنج الماينر، فممكن يلعب من جهه اليمين يدعم الجهتين. اوكي حلو دعم لكن تاخر فيهم شويه. الماينر لعبوا من جوا، الالكترو سبيريت عليهم كلياتهم، فلاينج ماشين راح تنظف كل شيء. صراحه هون حلو باللعب من انطونيو لانه عمل سبليت من الفلاينج ماشين مع الزابيز. اذا يضرب زاب مع اسهم على الزابيز في عنده الفلاينج ماشين ممكن يدعمها بالرويال هوكس، وبالتالي راح يكون مضيعه الى الوقت. سبليت بالرويال هوكس ثلاثه على اليمين وواحد على اليسار، لعب صراحه كثير جميل بما انه الفلاينج ماشين عم تدعم من جهه، راح ياخذ كثير دمج عليه. وانطونيو معاه الفاير بول ما ننساها تمام، ولكن ما اتوقع يستخدمها هسه، راح يوفرها للعب ثاني. سو بربيرين برل او الذلوق ممكن تلعبه، بالون من وراء على السريع، ممكن يلعب الماينر، مش متذكر انه كان بيده ولا لا، ولكن اذا لعب الماينر مع الزاب ممكن انه ياخذ ضربه او يمكن ياخذ ضربه بدون دين. اوكي اخذ ضربه يا. لو انه البرج كان انترقت البالون من اولها كان ما وصل بالفاير بول، ولكن لانه كان تارجت بربيريانز فاللافا هانجر فالبالون قرب كثير. سو معلم مينيونز على اليسار، مينيون هورد جهه اليمين. المينيون هورد يا اخوان قليل تلاقي حدا بيلعب فيها، زابيز مكانهم كثير جميل، شايفين كيف يا اخوان مع الزاب على السريع تخلص منهم. بالون من جهه الشمال فاير بول لعبها اضطرار على جهه اليمين على المينيون هورد لانه ما معه شيء صدها، واتوقع ما معه شيء جوي هسه حاليا انطونيو. سايكل شوي مره ثانيه للفلاينج ماشين، ولكن الديب اس تبعها كثير قليل. البالون معلم شال البرج اللي على الجهه اليسار، وفي عندنا اخوان لافا طبس ولافا هم ثاني على السريع اخوان، ضغط لا متناهي من ناحيه ركان من هورد قصد على البريدج، اضطر يلعب الفاير بول عليها. حاليا معه هو البربيريانز والفاير بول مش مع ريفنج، فبالتالي لعبهم بالدفاع سيف يا اخوان، لعب جدا اسطوري. ولا تنسوا انه هو عم بيلعب توب 50 حاليا العالم تمام، فيعني الخصم كثير لعيب. انا عم بلعب استراتيجيه تاعت انطونيو وكنت امرات اغلب خصوم لافا هم، ولكن اخوان ركان لعبوا كثير اسطوري. اوكي سو حاليا ترتيب رجع 22 على العالم، نراكم بالماتش الثالثة. اوكي بويز اتوقع انه ساعة كاملة قاعد بستنى اللعبة الثالثة ريفينج ضد كاسشير. سو ماينر من الجهة اوكي يا معلم، شايفين الحلو باللافا هاوند انه بامكانك تطنش اشياء زي هيك. سو ليت بس ممكن نطنشهم، راح ياخذ شوية دمج على البرج ولكن انه يكمل هجمته تكون افضل له تمام. سو انفيرنو دراجون صراحه اول مره اشوف اشي زي هيك. اوكي معلم هذا عم بيلعب بفيرجن الميجا نايت زاب بيت. اوكي سو في عندنا هون من جهه اليمين من عند ركان كمل الهجمه على البرج تبعه، اتوقع عم بيلعب الخصم خصوصا محمد ميجا نايت زاب بيت برج برج، عمل تريد للتورات. هاي الاشي اللي اتوقع بالبيت داون انه هاي هيك اللعب، انا ما بلعب بيت داون على الاغلب، ولكن انه افضليه له انه يكمل هجمه يعمل تريد بالابراج بيكون افضل له، وبتبلش اللعب على الدبل اكسير بالنسبه له على الاغلب تمام. سو سايكل مره ثانيه ركان للافا هوند، ممكن يدافع هسه ما يلعب بالهجوم، استنى شويه لعب المينيوز من ورا، في عنده هون مينيون هورد كمان من قدام، في عنده ماينر من ورا، اتوقع ممكن يضرب زاب الخصم، ضرب الزاب كتب تنتين مينيونز وترك واحده. ركان معاه كمان راح اتوقع ممكن ينزل لافا هاند بالنص وما نزل بالون. اورايت سو الخصم ضرب الزاب ولكن ركان معاه الزاب تبعه، سو ضرب الزاب ممكن ناخذ ضربتين. اوكي ضربه واحده الانفيرنو تبعه بعده عايش، الانفيرنو قصدي دراجون سبيد جوبلينز راح تطنش ركان مره ثانيه. سكريتون بارل مره ثانيه على البريدج من كاشي. بربيريانز اسهم تمام حلو، ما معه لانه الزاب كان فلعب عليهم من اسهم. صراحه استراتيجيه كاشي كثير مؤذيه، ركان ما في معاه لا بويزون ولا ماجيك ارشر، والسبلاش يونت اللي ما اتوقع بالمره ما معه سبلاش يونت بالمره، نعم صحيح. فبالتالي راح يحاول شو كيف راح يلعب، انا صراحه عمري ما لعبت لافا هاوند
ممكن يلعب لافا هاند بالنص يكمل هجمه. اوكي ماينور من ورا وبالون من النص لعب ميجا نايت ممكن يضرب الزاب على السبير جوبلينز. اوكي ما ضرب. شايفين يا اخوان شو الاختلاف بين التوب لادر والميد لادر؟ ماينر دفاعي اوكي ما في حاجه للماينر. وقع ال يسد اللعب يسدين اللعب ويطمح محلى. اوكي اتوقع هو ما عم بيلعب باللافا هاند لانه خصمه معاه انفيرنو تمام، فبتحسه 7 اكسير مقابل 4 اكسير افضليه للخصم. اوكي بربيريز على النص مع الاسهم عشان الباس يقتلهم. سبير جوبلينز على البريدج ما راح يعمل كثير دمج لانه في بربيرين بالنص. ممكن يلعب هون مينيونز عليهم مينيون هورد لعب عليهم وراهم كمان جوبلين جانج. يا اخوان سيطره خرافيه ضايل معه هو الزاب والاسهم ممكن يسكلهم على البرج مع الماينر ان جي جي والبلاي. اتوقع بدون ماينر ممكن سو بالون عشان ديث دمج اند ناو جي جي والبلاي. اوكي لعب يا اخوان كثير اسطوري من ركان، ثلاث لعبات على التوالي بالتوب لادر. سو اللعبة الثانية كمان كثير اسطورية، برهن بانه حتى كمان الاسهم والزاب برهنوا بانه كمان حتى اللوك بيت ممكن انه يتواجه قدامهم. سو حاليا ترتيب صار 20 على العالم، وخلينا نفوت على اخر جيم له. ما راح اكثر عليه بالايام عشان ما ينصاد تمام. اوكي شباب راح نخلي ركان يوقف مش اللادر لانه الكل هسه حاليا قاعد بصيده لانه هو عم بيلعب اكثر من مباراه ورا بعض. اذا كنت توب لادر بتعرف انه هذا الشيء كثير صعب تعمله، فبالتالي زي هيك بكون يلعبوا كل مباراه بشكل لحال او بوقت لحال. فراح نفتح هو فرج عمل لي اكثر من ريبلاي للالعاب اللي لعبها. راح نشوف مباراه ضد مورتن افضل لاعب بالنسبه لي وركان. ما راح افرج كل النتيجه، انا صراحه كمان ما شفت النتيجه، حاب اعرف كيف كانت مجريات المباراه ومين راح يفوز. اوكي سو اسكي مورتن عم بيلعب اكثر استراتيجيه مكروهه بالعالم، البوم تاور زي ما حكينا يا اخوان بالبطوله المباشره لازم له ليرف، وكمان الوول بريكرز سبلت الوول بريكرز من ورا، سبلت بالمينيون هورد من ورا. يعني هو كان بامكانه يلعب بالمينيونز ولكن لعب بالمينيون هورد. فا اوكي يعني في ديزيجنز عم ياخذها غريبه لإلي. سو ما راح يلعب الماينر تمام، راح يكتفي بالدفاع، راح يلعب اتوقع هون مينيونز كمان شوي لقدام لانه على الاغلب بعرف انه في معه فير بول، فبالتالي ما بده يعطيه ادفانتج على البرج تبعه. زاب غلط فيه شويه لانه ضايل واحد سبير جوبلينز. ماينر دفاع، ماينر دفاعي ولعب وراه كمان الوول بريكرز. على الاغلب هون راح يضرب الاسهم، اكيد ما راح يعطيه اي كونكت على البرج تبعه. مجهز البربيريانز. صديقي اخوان مورتن يا الله شلونها مقرفه، يعني لا بيخليك تلعب بالسنجل اكسير ولا بالدبل اكسير كمان، راح يضل يهجم عليك. تمام سو صف ضايل في واحد من الزابز. لعب مينيونز شايفين مسار سايكله. انت كمان بقهرك بصديق مورتن اللي هو قد ما يلعب اكسيره اعلى، يعني مش اكسيره اعلى بالعكس سوري سايكله اسرع، فبالتالي ممكن يلعب لك بطاقتين تكلفتهم ثلاثة او اربعة اكسير وانت معك 10 اكسير بس مش قادر تلعب بطاقة واحدة، فاهمين كيف؟ فهذا القرف الاستراتيجي. اوكي سو وول بريكرز دفاعيات لها المينيونز، الدمج تقريبا متساوي. اتوقع انه افضليه تاعت ركان راح تبلش هسه، ولكن مورتن لاعب كثير عريق، لاعب كثير. انا صراحه بحب كثير لعب مورتن و شوفي شو عمل، خلاه يلعب النايت لعب عليهم 5 اكسير، فهذا الشيء اخوان كثير مقزز. سو طلع شو هو عمل، لاعب النايت شتت له الهجمة. طلع اللعب، يخرب بيتك عليك اللعب يا مورتن. اوكي راح يدعمهم، ما اتوقع راح يدعمهم صح؟ يا ممكن يضرب زاب هنا، اوكي ما ضرب زاب، قرر انه يدافع. زاب مع الماينر كثير حلو، بربيريانز على الوول بريكرز كثير جميلات، وهسه راح يدافع عليهم. لعب ال هو مش مريحه، شايفين الضغط؟ شايفين اخوان الضغط مستمر. اوكي اتوقع ان مورتن كان راح يلعب الماينر، ولكن استنى شويه عشان المينيونز. لافا هاوند قدام المينيونز، نايت على البريدج عشان يسحبهم كلياتهم، وول بريكرز هجوميات. اخوان هو عم بدافع بوجهه بنفس الوقت، ما عمل كونكشن بالمره. 750 على البرج صار تبعه، فاير بول كثير اسطوريه، زاب كثير حلو. في عندنا هون اسهم الريبلز. ليتس جو مان، ليتس جو ليتس جو. يا عيني على اللعب، يلا تو ما لحقش. سو بس هجمة واحدة خلاه يهجمها اخذ فيها البرج. دفاع صراحة مرة كان كثير اسطوري، ومورتن اخوان عذبه بالسنجل اكسير لحتى ما لقى الثغرة، ركان لحتى ما لقى ادفانج اكسير يلي معه.
وضغط فيها. صراحة لاعب كثير اسطوري. اذا حابين تتابعوه اذا حابين تتابعوا ركان راح تلاقوا رابط القناة تبعته تحت الوصف، راح يبث فيها او ينشر فيها مباراة بلادر عن اللافا هاند. شعب الريبز يكون الفيديو مسلم لللايك، رجع قناة سبسكرايب، انتستنونا الفيديو الجاي. Peace out.